يا زين المودات يا اخي والله يا شباب. اوه هايد اوت، هايد اوت فور يور هنتر، حلو. شوف بيته كيف، بيت الهنتر يا اخي اقسم بالله شيء رهيب، مغطى بعشب، تحسه سنايبر مو هنتر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من بنش أو المنفيين. خلاص ما صاروا المنفيين، صاروا التجار. في نهاية الحلقة الأخيرة خلصنا المصانع في هذه المنطقة الجزيرة الجديدة. مثل ما قلت لكم كل اللي بنيته في الحلقات السبع يمكن الأولى من هذه السلسلة كلها ما يجي يمكن نص الجزيرة هذه، فلازم نستغلها صراحة في أمور كثير ونقسمها، لدرجة أني أحس أني بحذف الجزيرة الأولى. خلاص هذه الأولى اللي بدينا فيها، بديت يعني شبه فاضية، ما بقى فيها إلا فورستر وهنتر وقذر، ما بقى أي شيء حرفيا. الماركت هذا على أساس أنه يغطي لي هذه المساحات، بتكون فيها بيوت مدري إيش. المشكلة أني مسبق أنا عليكم بحلقة، طلبت رأيكم في الحلقة الأخيرة، فمنتظر الكومنتات الحلقة الجاية بشوف إيش كتبتوا لي، وبعدين بشوف إيش بسوي بهذه الجزيرة. على طار الكومنتات خلنا بفر على الكومنتات الحين وأشوف إيش الكومنتات اللي حطيتوا لي إياها الأخيرة. الدنس شاكلش أوكي اشتغل، وهذا علامة استفهام تايلر ودي يطوره. شوفوا هذا الهوميد مثلا يسوي له تطوير حبتين هوميد و30 لمبر و40 تقريبا ستون. كان من المفترض اني على طول من البداية ابني المطور نفس ما سويت في البلاك سميث، هنا اتوقع اني بنيته عادي وبعدين طورته. اتوقع ان في طريقة انك تبنيه مطور، انا ما خاب ظني. ما شاء الله تبارك الله، هذا الستوك بايلات يبالنا نسوي لها فرز تقريبا. اني حطيت ليه ما في ستوك بايل في هالمنطقة؟ دقيقة بس عشان نمشي الأمور هنا في المصانع نحط لهم ستوكبايلات، بحيث يعني هذا الخارجي ما ودي انه يتعبى. هذا دليل ان هنا الستوكبايلات مش كافية، فبغيت كل شيء قريب كل واحد يسحب من الثاني. شوف هذا تعبى، تعبى ايش اكثر كمية عندنا؟ ايرون اور، يعني عندنا تصنيع بزيادة في الايرون. هذا لما عندهم ستوكبايل، خلينا نحط لهم ستوكبايل هنا وراهم. طيب العسل هذا بنقله بعدين، انا حبيت انه يكون قريب صراحة من المصنع تبعه، والمصانع تكون كلها في منطقة واحدة. يلا عسل بنكهة ال مدري النحل من وين يجيب هذا، الاشجار هذه كلها بتطير. المهم حلو الواقعية، يعني بعض الاحيان انها مش موجودة. عندنا هذا ينهدم، وعندنا على طار الهدم في طريقة حلوة. لو تذكرون مشكلة السكان، مشكلة السكان انه مثلا يكون ساكن في بيت بعيد جدا من منطقة العمل، ايش تسوي؟ تيجي تحذف. شوف مثلا هذا وش كان اسمه، دي فورس. دي فورس وين يشتغل؟ دي فورس عمره 61 سنجل. شوف مثلا مكان الشغل حقه في هذا المكان اللي هو العسل، اوكي هذا العسل. نوعا ما مكانه قريب، لكن خلونا نثبته هنا. حلو حلو، تيجي تسوي حركة ثانية. وين بيته؟ ضيعته. هذا بيته، انك تهدم البيت. حلو، شوف صار هوملس. تيجي بعدين ترجع البيت، هذا يفيدك في شغلتين. اذا كان بيته بعيد بيروح بيسكن في بيت اقرب، حاليا ما في بيت اقرب. الشغلة الثانية اللي يفيدنا فيها، اذا كان سنجل زي هذا يروح يشوف له بيت كذا، يروح يتعرف على بنات الحلال كذا حوالينا في الحارة. عمره 61 هذا، وين يحصل؟ بس ان شاء الله انه، المهم ان الفكرة وصلتكم. فمثل هذه البيوت ممكن تحصل سناقل فيها. خلنا نشوف البيوت هنا كثير، هذا ما في له، كلهم امورهم طيبة. حلو، شيء جميل. بس انا عارف ان هنا فيه نقص، يعني في مصانع كثير بس البيوت هنا مش كافيتهم. فمثل ما رويتكم السولت هذه المباني فيها الوان ثانية، فراح تنبني هنا، يعني تصير عبارة عن اربع شعبيات كذا مقسمة بماركت، لين ما ابني الماركت هذا الكبير. هذا ما ودي ابنيه عشان اتأكد من مكانه صحيح قبل لا الغيه، هالمنطقة لسه ما وزعت فيها اي شيء. فشيء جميل ان الالوان تكون كذا اربعة، بحيث لو واحد ساكن هنا يوصف الواحد جاي بيزورهم، ترى انا في البيوت الحمر. المهم باجي لكومنتاتكم. ثول يقول لي هو فيه مصنعين، مصنع حديد وكول ومصنع الحجر وبس. لا لا لا، وين وبس؟ هذا كلها اللي تشوفها، هذه كلها مصانع طول عمر. هذا الظاهر انه رد علي يوم كنت ارد على احد الكومنتات، انه في حد قال لي ما في مصانع في اللعبه. هذه كلها يا شباب مصانع، انا لسه ما بنيتها كلها. من محمد مصطفى يقول لي الغالي جرب تعمل مزارع 10 في 10 واخرى 20 في 10، وحط صغيرة ام 10 عامل واحد والكبيرة 2، وشوف مين فيهم بتكون اعلى كفاءة في الانتاج. انا سويت هذه الحركة هنا، هذه 15 في 10، حطيت عامل واحد وحطيت عامل ثاني، فيمكن قصده. اوكي ما في مشكلة، نسوي ابشر. وين نسوي هذا الاختبار؟
نسوي هذا الاختبار مثلا كذا كذا، انا بقسم شارع عام ثاني، وبعدها ممكن تكون فيه مزارع في هذا المساحة الشاسعة برضه، لان الاكل اكيد فيه نقص الحين. خلنا نشيك وين التاون هول. لازم ابني تاون هول زي الناس وربي تاون هول محترم. وصل عدد سكانه 278 يا الهي، الفاميليز 105، البيوت 96، ففي نقص في البيوت، والانتاج 29 و29. يا سلام وصلنا للسويت سبوت. السويت سبوت هذا بينكبني بعد شوي. كل شيء فرت الملابس، او الملابس يستهلكون اكثر من انتاجنا، فلازم نشوف حل ملابس. اتوقع بسبب اني طفيت الخياطه واني طورته، مش مشكله بنتلاحق الموضوع، بنحط 2 خياطين و2 للتولز، لان التولز ضعف استخدامنا، فلازم نتلاحق الوضع الحين قبل لا يخلص علينا التولز. هذه الاحصائيات جدا جدا مهمه، تعطيك نظره عن وضعك. انا عندي اختصار حرف سي يجيبني على هذا، لكن لازم في تاون هول هنا كبير. خلونا عشان لا مشكله اللعبه هذه تجلس 20,000 شغله في راسك تبى تسويها في نفس الوقت، فخلنا نسوي الاختبار هنا. العشرات هذه 10 في 10، 20 في 10. قال يحط في هذه 2 وفي هذه 1، نشوف. المفروض انه يتضاعف، بس صراحة انا الاختبار اللي سويته في هذه المنطقة ابو 15 في 10، هذا الواحد يجيب لي تقريبا 1000، فيوم احط 2 جابوا لي 1000 وشوية، 1100 1200. ممكن بعد نسوي اختبار في هذا المكان بما انه شتاء وخلص شو اسمه 1 2 3 4 5 6، وهنا خلي 2، زدت في كل واحد من هذول الستة يعني الحين ضاعفتهم. مفروض الموسم الجاي يصير 2000 سبانخ يجيني من هالمنطقة. اوكي كلهم 2 من 2 مثل ما تشوفون. خلنا نشوف فرق الانتاج. الشوغر كين انتاجنا 1000 وهذه 1000. خلنا نشوف اعلى شيء كوانت. شنو هذا؟ شنو هذا؟ 23,000 شوغر كين. لازم اشوف له مصنع ونتاجر فيه. شوغر كين هذا اللي بغيرهم، بس ما ودي اخرب الاختبار. يلا ما عليه، بنختبر من هذا. نرجعهم الى السويا بينز. بخلي العمالة ينظفوا لي هالمناطق كلها بحيث نبدا الزراعة. 50 في 50، خلنا نوسع شوية. كم عامل عندي؟ عندي عمالة كثير بينفضون المكان، ما في مشكلة. طيب كيف عرفت ان البريك يسرع ضرب 2؟ من كيسي. بحثت انا سويته في قريتي، وتوقع انه ما يساعد. كيف ما يساعد؟ شوفوا عندكم هنا هذا البريكس، اوكي باني بريكس انا هنا، وهنا الشارع لسه ما كملته من البريك. هذه الشجرة في الوسط تقريبا جاية اي في الوسط بالضبط، فانتوا احكموا اللي يمشي من هنا واللي جاي من هنا. خلنا نشيل هذا. هذا ايش؟ هذا خلاص وظفت فيله، بس ودي اطوره. اخلي 2 يشتغلون في حداد، تكفى اشتغلوا 2. ما لها اهميه. شوفوا هذا مثلا لابس اصفر، شوفوا كيف مش افا نزل. شوفوا اللابس احمر، كلهم ينزلون اللي يركز فيهم. شوف هذا لابس ازرق، حرام عليك، حرام عليك يا اخي، ما في فرق تقول لي؟ والله حرام عليك. شوف اللابس ابيض، طياره، اقسم بالله طياره. انا ما اعرف كم الضرب، كم هل هو حرفيا يعني ضرب 2 السرعه تصير، ولا ضرب 1.5، ولا بس في فرق يا حبيبي، والله في فرق يا شباب. يا اخي هل لازم ازيل هذا عشان اطوره؟ ما اتوقع. خلينا نجرب من عند الشجره. لا لا مش لازم. ما شاء الله المزارع 193 بريك. والله ما اعرف انا كم عندي الحين، لكن راح نطور على حبه حبه. هذه يمكن ازيلها، لان اشوف الجماعه كلهم جاي من هنا اغلبهم، تقدر تعتبره هذا الرئيسي، فيصير من هنا داخلين وبعدين من هنا ومن هنا. يقول لي اذا تبغى تعين التوظيف عشان يقربون لازم تلغي جميع الوظائف باستثناء المدرس ثم تعيد تعيينهم، عشان ما تنسى صور بجوالك قائمة الوظائف. والله فكرة حلوة عجبتني، بس تدري قبل نسويها خل اكمل البيوت في هالمنطقة عشان يتوزعون صح. انا لسه في بيوت ما بنيتها، انا عارف ان في اشكالية عندي في البيوت حاليا. نصيحة، اقرب المدارس عند البيوت وسوي اكثر من مدرسة، لان المدارس بعيدة الطلاب يتخرجون متأخر. قد شفت لي طالب عمره 20 سنة. والله اذا ما خاب ظني ان التعليم يعني حول 20 سنة، يعني في اللعبة حتى لو كان قريب منه. بس انا كذا كذا عندي مساحة هنا فاضية، ممكن الكولج هذا نحوله هنا. والله الستودنت، شوف هذول كلهم ستودنت. كم عمره؟ عمره 15، وهذا عمره 16، هذا اللي طلع 16.
بنجلس نتحبس لهم هنا. اوكي هذا عمره 12. هذه ستودنت عمرها 23. اي والله في مشكله. انت شفت 20 انا اشوف 23 حبيبي. لا عندي مشكله فعلا، يعني بياخذون فوق ال 20 سنه، بس ما اتوقع انه في اقل من 20. لان اذكر اول ما نبدا اللعبه كنت احط المدرسه تحت بيوتهم على طول، فكانوا يتخرجون على سن ال 20 لو تذكرون، اختبرناهم في الحلقه في بدايه السلسله. بس هو يمكن قصده انه فوق ال 20. برضه ملاحظه رهيبه، مع ان الكولج هنا جاي مكانه ممتاز، بس ما اعرف ليش ما بنيته هنا. والله كنت احسب الطلاب ما في اي مشكله، او ما في مفروض انه يكون قريب من البيوت هذه كلها. هذا ايش؟ اوكي هذا اليداوي ما عنده كلوث. الكلوث هذا لازم نحل مشكلته. خلنا نثبته هنا. البلاك سميث مطلع لي علامه هنا ليه؟ ماتيريال ناقصه كول. ممكن نحط له واحد يجيب الكول. تشوفون هذه الدواير اللي جالس اوزعها هنا في قريب المدينه، والله امكانها ممتاز. هنا يجيب لي ستون، هنا يجيب لي ايرون اور، بس الايرون اور عندنا كثير. ليه ما نكنسله نحط واحد يجيب لنا في نفس المكان هذا؟ بخلي العماله يلقطون طبعا كل شيء موجود هنا، عشان هذاك يجي يشتغل على طول يحط لنا الكول. كول شاك حطه هنا، هذا راح يحلنا المشكله ان شاء الله. طيب نثبته. خلينا نشوف توزيع العمالة في هذا الأماكن. ما زالوا هناك ليه؟ لأن أكيد العسل، العسل مستهلك كثير. البيوت كلها هذا لها العسل، وما زال في ناس يروحون هناك، فلا شك أن عندنا نقص. والله أفكر أخليهم الأربعة كلهم هنا، بحيث لو حطيت أي خدمات تكون قريبة عليهم كلهم. أما لو مديتهم بالطول بيكون أقرب للمصانع اللي جاي بالطول. أتوقع إيه يمدي. كان مساحة اثنين بينهم هنا، بحط مساحة اثنين. طيب ننتظر البيوت تخلص. إيش عندنا كومنتات ثانية؟ هنتر يقول يعطيك العافية، ما أنتت حلقة جميلة بمساعدة المهندس بسبوس. المهندس مستكن هنا، والله يا زينة صراحة مستكنت معه لأن هادي، بس عيب إنه يأخذ مساحة من الماوس بعد. بس كان شغل مرتب توزيع بطل انجز تقريبا، وفرت اكثر من الطلبات. نبي حلقة عن الاكل بشكل خاص، يعني لو حب شخص جديد انه يوفر نوع من الاكل من بداية اللعب، ايش بيحتاج على سبيل المثال؟ محل المخبز والجزار واللحوم والحليب. والله كويس انك ذكرتني. عندنا حيوانات هنا بس مش مستغلينها، محتاجين جزار والحليب ومحل الحانة للمشروب، في منهم اثنين. الله يسعدك ما قصرتها مجهود البطل، تحياتي. الله يعطيك العافية كالعادة. طيب انا يبالي اسجل والله من كثر الشغلات. الجزار والمخبز والحليب، اريد مركز مدينة، واريد كنيسة هناك. رجع الكاب الله يصلحك. والله اذا شفت الكاب منكوس كذا يا شباب ترى لا شعوريا، انا يوم اجي اصور ثلاث اربع ساعات، فلا شعوريا كذا احسب اني ما اصور، بعدين ارجعه وبعدين اركب السماعة انسى السالفة. امور طيبة يا شباب، خذوها عفوية يعني، خذوها ما نبغى الرسمية هذه بيننا. انتبه يا فرج، ترى راح يمر مرض غريب للقرية، راح يلعب فيك لعب. الله يستر الله يستر، الامراض نسيناها الله يصلحك. طيب باشمهندس عندنا شغل الله يصلحك، وخر راسك من الماوس يا اخي. اقسم بالله سلم على الجماعة اللي حابين انك تسلم عليهم. سلام سلم. طيب هذا نعبي لهم هنا فراغهم بشيء ثاني يسعدهم، لان تقريبا شليت الكنيسة اخر مرة ونسيت سحبت عليهم، ما حطيت لهم اي كنيسة ثانية. المقبرة حطينا لهم مقبرة هنا كويسة، ان شاء الله 27 من 27. طيب نستحلم مقبرة ثانية كذا في وسط المزارع، لان شكلها زي المزارع. فحبيب القلب هذا لازم نزيله، نبغى نكثر مزارع. اوه الجماعة هذا للهنتر والقذر. على فكرة هذا الزجاج ما زجاج باني اشغله، لان الزجاج بدأ يتوفر بشغلهم، وهذا اللي بيساعدونا بالانتاج. الكنايس اللي قلنا بنسويها وينها؟ ايوه كيوتا بوغادا باغادو كويتا باغادو. احس اني اتكلم للاسف ما يسع الكويتا باغادو. اوه جرين هاوس، جرين هاوس دائري. والله جيت في وقتك والله. هنا هجت معي انا بالماي بس زلتهم. الدواير هذا اللي يبالهم خليهم اثنين، ودي اسوي ثلاثة، خلي الثالث في هذا المكان وراه الماي. وعلى الطاري بسوي مصنع بعد شوي اللي هو الستيبل اللي يعطيك الفودر، مو يعطيك الفودر، هو ياخذ الفودر
المهم انه يعطينا السماد بدل ننحشر بالحيوانات بس او يكون مصدرنا الوحيد. اوه لو حطنا الكبيره هذه يا اخي يبالنا شيء رهيب كذا يكون في المنطقه هذه، بس انه مش شامل ولا من البيوت هذه. هذه المنطقه اللي بالوسط لازم تكون خرافيه، هنا ممكن تتعبى مزارع مصانع، لكن هنا لازم انه يكون شيء استثنائي زي المباني هذه الكبيره الشاسعه. طيب ايش رايكم نحطها هنا عشان نتذكر، نسوي لها ستوب. يا ساتر 600 مدري ايش. انا جالس ادور شيء كذا للحلوين يشمل المنطقتين هذه. ايوه هو ده سمول تشابل، مساحته صغيره وما اخذ الدنيا كلها. يا سلام عليك، وينك من زمان انت؟ طبعا ما يبان نوظف واحد بعد شوي فيه. The best fertilizer provided in game. الله، يعني احسن من السماد هذا الجماعة. You need a good source of fodder. Fodder farmer and water. يحتاج شغلتين. هذا الدوائر بكنسلها. الوضع يحتاج لتحسينات بعض الاحيان عشان تخدمك الدنيا، بس النهر خربت شوي. ما يبين صح، ما يبين. لا بس تركيزكم عليه انتم ما يبين. الفودر فارم جنبه على طول. اوكي ما ياخذ مساحه كبيره. كذا مصدر ثاني للسماد. ايش الشغلات الثانيه اللي قلت بسويها انا؟ الجزار سلمكم الله، برضه ممكن نحشره في هذه المنطقه. الحداد بنقول له اشتغل حاليا بالايرون، لا تجلس بدون شغل، لان الايرون مثل ما شفتوا او التولز بدا يتناقص بشكل كبير، فنتلاحق الوضع. عندنا حلوين هذا الاثنين خلصوا مباني الزجاج الجميله، خليهم الاثنين رايس. شوف خلص عليهم الفرتلايزر، راح نحل المشكله بعد شوي. خلهم كلهم رز. علامات الاستفهام عاده ما تكون كذا تحل مشكلتها، مثل الحلقه الماضيه تتاكد ان الرقم اللي هنا مشابه الرقم هذا قبل شوي، مثلا كان واحد من اثنين. ممكن البوتري هذا لاني حاط انا واحد من اثنين، فاذا تبغى تشغل في هذا المكان بس واحد، تاكد انك مخلي واحد من واحد في هذا الفرع، والتوتال هنا مش مشكله. ممكن عندك فرع ثاني فعادي يكون مثلا اربعه، بس هذا الفرع تاكد انه واحد من واحد، هذا الرقم اللي يتكلم عليه. فعشان تجي تحل مشاكل بعدين الاستفهامات تجي هنا. فقبل شوي كان واحد من اثنين لانه كان ياخذ هذا الرقم اللي موجود هنا. وبكذا اكون حليت مشاكل الاستفهامات. شفنا 9 من 6 شورمان، خليهم 6 من 6 لاني هدمت كثير من شور هاوسز اتذكر في هذا المكان. اللمبر ممكن ننقله نجيبه هنا. خلنا نحط جسر هنا بعدين نحط اللمبر في هذا المكان نلغيه هذا. اما الاستفهامين الباقية هذي بتنحل بعد شوي مجرد ما شغل الابوثكري هذا، مدري ايش اسمه. على طاري الاسامي الاور، كان الناس جالسين يعرفون اني جالس اخطي بالكلمة ولا يتكلمون، بعدين يوم جيت اصححها جو يقولون لي والله من غبن ليومين اسمعك تقول الكلمة غلط. طيب ليه 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 ساكت ليه؟ اكتب لي يا اخي عادي علمني. يمكن تنطقها اوري. تدرون ليه كنت اقول نسيت صح؟ بسبب اوريو. شوف اوري. جالس للادو احصل لي عذر. هذه الحلقة برعاية اوريو، ومش بس اوريو بعلامة شو اسمه باتمان. ما شاء الله هذا متعبى بالاوري. هذا الكول بدا يحصد ولا لا؟ حتى اني مثبته. نقدر نوظف فيه اثنين؟ نقدر. تكفى هات لنا كول درزن. ممكن احط لي مصنع حق الكول بس كفاية. اوه خلص العربة. يا سلام عليكم. كفرد لوك بريدج بس خشبي، يعني بيمشون فيه بطيء، وهذا يعني بيكون رئيسي. خلاص ارجع هذا ونكنسل الخشبي. وهنا الحارة الزرقاء وهنا الحارة البنية. حلو توزيع الحارات، جاء متناسق مع المدينة او المجتمع الصناعي، حسه كذا كويس. طيب انا ايش كاتب عندي؟ المخبز والجزار والحليب. بالنسبة للحيوانات كرمتوا، عندنا ايش؟ عندنا هنا البقر وصل 7 من 11 الحلقة الماضية اشتغناهم. فالحليب هنا لسه ما جانا، بيجي وقتها ان شاء الله. الوول برضه ما طلع، هنا اكيد في وول طلع. فرتلايزر وتشاركي. يا اخي كانوا يعطون وول هذا لللاما، والله في شيء غريب. تنري هذا اللي قلنا يعطينا كيورد ليذل، كيورد ليذل فيه هنا بف كوت. ونوظف اثنين خياطين ولا واحد؟ اثنين خياطين. في خياط تقريبا في المدينة هذيك، فعشان كذا يقول لي 3. هذاك بنطفيه. طيب عشان تعرف مكانه الحين، مثلا موظف 3 نيجي عند التيلر نلف بينهم.
هذا هو. كيف نطفي شغلك انت وانت تشتغل لينير ويذل؟ خلاص خلاص كفاية. هذا يستخدم الفلاكس كان كم انتج؟ والله ما زال ينتج 70 بس التدفئة الظاهر انها مش نفس يعني مجرد تصريف الفلاكس هذا. خلاص خلاص طفيه، خلنا في الكوت المضمون. بس هذا يعني من باب اني ارويكم ان الفلاكس اللي يملي المخازن هذا ممكن تستخدمه وتحوله الى ملابس، ممكن كبداية يفيدك بس قدام ما اتوقع انه يدفي، ويبان لنا نبحث هالمعلومة هذه. ايش فيه مشكلة يا صديق؟ الجلاس يقول لي 23 ساند، شكل الساند ناقصة. انا مش حاط هذا الساند. كليك ليه؟ عب عليك عب عليك، بس واحد ساند الحين بيعبون لك الدنيا ساند، ما عندك مشكلة. الكلي خل هذا بس كلي عشان نعرف النقص بعدين من مين. طيب بالنسبة للحوم اللي تطلع، رويال مخابز فيه كثير، بيكري يا سلام، هذا يعطينا كيك ما كيك والسواليف هذه. فيه الهم منه الحين اللي بقدر اشغله اللي هو البتشرز هذا، الجزارين، الكاو بتشر، وعندنا بتشر كذا بشكل عام. وش ذا؟ ما عندنا الا السكين، سكين الطاولة. هذا بتشر معلق لحوم شكله كويس، استخدم 12 12. ايش هذا العلامة؟ كنا مضيعها. وهنا الشيب لاما لاما عندنا، بس ابغى واحد يستخدم الكل يا اخي. وعندنا برضو هذا البايسون، وعندنا غزلان، وعندنا الاحصنة. هذا بتشر الظاهر بتاع كله. في عندي هذا وهذا، هم نفس الشيء 38، هم نفس الشيء يا اخي. ما ادري ليش مكررة بعض المباني صراحة، شيء يغبن في المود اللي جالس يذبح فيهم. هذا صراحة المفروض اللي يكون هنا، بس ممكن نوصل على الطريق لانه موصل بين هذا وهذا، فالردي خط الانتاج بيكون كذا. وراح نشوف وش راح يجيب لنا من انتاج. يقول لك كات ميت يقطع اللحوم 2 food size. اوه دبل بروتين، جميل. يعني الفائدة اللي تيجي هنا بيستفيدون منها المواطنين هنا بشكل متضاعف. فرم 12 ميت من 12 لحمة بتحصل على 18 الى 24 ستيك. فال 24 قطعة هذه في حالة تكتب لك بين قوسين 100% منهم اللي شغالين هنا متعلمين. اذا كان غير متعلم راح يكون الرقم هذا مختلف اللي هو 18 الى 24. النسبة عندنا هنا 99%. حبيبي الاختبار، الاختبار وين كان؟ الاختبار كان هنا، هذا المزارع. حاليا ليت سمر، ما بنحسب من هذا الموسم مثلا، بعطيهم شيء. ترى كل واحد من الحصاد هذا يختلف يا شباب، كل واحد له وقت يزرعونه او يحصدونه، فلا تحسبونهم كلهم نفس الشيء. خلنا مثلا نزرع الويت. حلو حلو، نوظف فيها هنا، نبى نزيد واحد. ما ادري، مفروض اني ما ابدا احسب من الحين، نعطي ضرب 10 الوقت. مفروض اني ابدا احسب المقارنه هذه من الموسم الجاي، بحيث انه الموسم الردي بدا ليت سمر الحين، ممكن ما يلحقون يزرعون ويحصدون. الحين ذكرت ليش ما هدمت هذا، انا هدمتها بسبب يا ليل، انا كذا ما حليت المشكله. المشكله كان ازعاجهم بسبب انه فل. انا اقول لكم ما في حل الا انك شو اسمه، وين ذا، ما في حل الا تحط لهم واحد زي هذا كذا، وعلى البحر بعد. الهي الهي الهي، هذا المباني الصح. هذا كيف دائرتها؟ هذه اتوقع دائرتها ما تبين في الكاميرا حتى لو زومت اخر شيء. هذا الذي نتحدث عنه، وربي هذا الذي نتحدث عنه يا شباب. يا الهي، ايش هذه المراوح اللي فوق؟ بتطير ولا تكييف ولا زجاج؟ هذا اتوقع ما في الا نحط لنا اثنين، هذا الليتل ستون نلزقه بهذا. قهر يا اخي، دوائرهم اقسم بالله قهر. طيب احذف واحد من الستورج، وهنا ممكن نضيف ستورج، بس صراحة ودي بشو اسمه ذاك. في واحد الروت سيلر هذا برضه كويس، يكون جنب المصانع، ياخذ مساحة اصغر، لكن برويكم وش الفرق. انه بس يدخل الفواكه كأنه صغر المبنى، عشان لا يجون يدخلون شغلات ثانية تولز ولا سواليف. فممتاز جدا جنب المزارع، ممكن نص هنا. اتوقع بعدين راح اقدر اسوي له ابجريد. هذا ميت لوكر، هذا ممكن بعد نحطه جنب، وين الجزار اللي حطيناه؟ يكون الستورج قريب منه مرة، فانتاجه يكون كويس. فودر بارن برضه هذا ممكن حطه جنب الفودر، عشان ما يودي استرجات بعيدة او يكون وراه، يكون شغله على طول. هنا الفودر صح؟ اي هذا الفودر فارم، جميل جدا. فهذه الخصائص
نفس الشيء على الستوك بايل، المفروض انك تحاول قدر الامكان انك تخصص لكل مصنع يكون الستوك بايل خاص. بس انا هالمنطقة كلها مصانع فما هي بفارقة، كل شيء قريب من بعض. بس مثلا هذا شوف ايش مسيطر على المنطقة هذه، الايرون اور. اوكي هذا الايرون بعد انتاجه. من وين يطلع الايرون؟ من هنا. طيب هالمنطقة اندستري فيول، نشوف له ستوك بايل خاص بالايرون. هذا ايرون ستوك بايل، جميل جميل. شوف له اماكن قريبة منه، هذا 6 في 2، هذا عندك مساحة هنا رص جنبك، هذا عندك سطر كامل هنا رص، هنا عندك ورا الحلوين هذا لرص، ما عندك مشكلة. بالمناسبة هنا في خباز ثاني، انا جاي يدور لي علام، بس ما ادري هل الخبازين هذا اللي بيفرقون صراحة، يبالنا نشيك قبل لا يتم انتاج الحليب بحيث نستغل بعدين الوضع. وليه الدائرة هذه موجودة؟ دائرة بنفسجية، هذه جديدة علي. وهنا في بيكري ثاني، اوه شوف الكيك والشو اسمه ذا، كل شيء مرصوص، 40 ستون 60 خشب، برايتي كيك اند بريد، خبز و هلا 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 بالحلو هذا، هذا انا منتظره هذا، الواين. هنا فرفشات الجماعة، الاولد بيلدينج حاط لي اياها، اويل بريس، اويل بريس هذا خلنا نشوفها، اتذكر الاويل كان مطلوب لشيء، تقريبا عند هذا الحلو. سيد اويل فيجيتبل اويل، ما اتوقع انه يخصه بهذا. وايش الكارثه هذا؟ اولد كاسل، هذا ستورج بيشيل كل شيء، هذا ستورج عظيم هذا، بس ما احتاج ستورج في المنطقه، احتاج ستورج في هذه المناطق. مع اني انا صراحه افكر احط الثاني، مش في واحد دائري كذا حلو اللي هو ماجازين اسمه تقريبا، تدخل تدور شيء تحصل مليون الف شيء في طريقك. عطنا الجسور، عطنا الجسور الثاني، هذا ستون، ما عندهم شيء بالطابوق، ما عندهم جسور بالطابوق، مو مشكلة. جانا تاجر خرب علينا بناء الجسر، بس جاب لي شغلات حلوة، بيف كاو مصدر حلو للحوم. والله ما ادري هل احول الحيوانات كلها الى هذه المنطقة ولا اقسم هالمنطقة بينهم الاثنين. مساحة شاسعة شاسعة، شو السالفة؟ ايش هذا؟ ايفنت لوج، ايش في صار صغير كذا؟ اما يمديه يصغر، شكله بالغلط انا فتحت واحد من زمان. تمنيت صراحة يمديك انت تختار الحجم اللي مناسبك، بعض الاحيان وانت تمسكه حق تريد مثلا هذا، تجلس التاجر ودك تعلقه بس مساحة جدا كبيرة، فتمنيت ان الناهذة هذه يمديك تعدل عليها، ممكن في مود، كل شيء في اللعبة فيه مود. طبعا عشان نتأكد نسوي اختبار، شوف كلهم educated، اثنين هنا educated، اثنين من اثنين، و اللي موجود هنا الحالة في ابو عشرة هذا الصغير برضه educated، المدينة كلها educated. طبعا كلهم عندهم تولز وعندهم هذا، ممكن في فرق في التولز شيء بسيط يعني بين الستون ستون تولز والايرون تولز، الا لو الحبة ماجيكال هذه السحرية، العصا السحرية، هذه الادوات السحرية جاء خذها واحد منهم، هذه مشكلة. اتوقع يمدينا نشيك معنا، بس خلهم يجون يشتغلون ونشوفهم. حاليا بعد شوي راح يبتدي الاختبار. حلو، صار انتاج الملابس عندنا البف كوت 24 هذا الموسم، ولكن تقريبا هم طلع لي علامة استفهام لان الكيورد ما يجيب له كفاية. الكيورد يحتاج ماء ويحتاج 3 ملح، الملح الظاهر نبعيد شوي عليه، 3 سولت، السولت عنده لا والله كافي، الليذ اللي ناقص عليه اوكي بسبب الهنترز. الهنترز مشكلتهم مشكلة، كل شوية فرقع واحد انا، لكن خلاص كفاية. شوف اشتغل، لازم نجلس نحول فيه، بس اول كنا نحول بينه بين السرفايفل كوت ونحول بين الهايت كوت اللي يستخدم الليذ للسادة، فشوف كيف المصنع هذا غير من السادة الى من افضل الملابس. اتمنى التطوير اللي طورته يسرع من العمل. خلنا نرجع لشو اسمه، وين هذا اللي يسوي الملابس؟ هذا الليذ الورك برضه يستخدم الليذ المعالج ويطلع منه شغلات، فهذا المصنع صراحة مفروض انه يكون منطقة ثانية. بسحب على الملابس منه، بيكون فيه هنتر ثاني هنا بحطه، بيجيب الجلود، والجلود هذه بتدخل هذا المصنع، ومن هذا المصنع نرجع نبني واحد ثاني في ستنري. شوف هذا يستهلك عندك انواع كثير، واحد ماي وثلاثة سولت، فيه فيلج يعني ما في فرق، كلهم نفس الشيء، فس وتنري وفيلج تقريبا كلهم نفس الشيء، فخلنا نبني هذا المصنع الاول اللي راح يستقبل من الهنتر الجلد العادي ويحوله الى كيورد، بعدين الكيورد راح يدخل هنا ويتحول الى صناعات. فانا من هذه القائمة جبت اللي ياخذ من الهنتر، وبعدها الليذ الورك جبته من هنا.
سادلز تقريبا ادخلها يجيب فيها شو اسمه السرج حق الحصان وغيرها من الامور. يعني حتى المصانع انتاج مصانعك يدخل في مصانع ثانيه، ففي مصانع بعد المصانع خذ لك هذا الله يكرمكم مصنع بس للاحذيه برضو من ايش، برضو من الحلو هذا. فلا ننسى نبني هنتر، املنا كله في الهنتر اللي شغال هنا. ستورج في نص المسافه بين الاثنين. بليس بليفر 120 بليفر، انا هذا على بالي حسبته الستورج، بس ما ادري وش هذا المبنى الصغير. واو شوف دائرته والله مش طبيعي هذا، تقريبا هذا يقول لك ايش 120 بليفر، يعني المهم انه يزيد سعادتهم ويضبطهم كذا. هذا ممكن نضبطه حتى في هذا المكان، والله شامل للبيوت كلها. ومتطلبات ايش؟ متطلبات 12 ستون. يا زين المودات يا اخي والله يا شباب. هذا ديكور. اوه هايد اوت، هايد اوت فور يور هانتر. حلو. شوف بيته كيف، بيت الهانتر. يا اخي اقسم بالله شيء رهيب، مغطى بعشب. تحسه سنايبر مو هانتر. اوكي. اوكي والله نحطه. وينه؟ وين الهانتر عاد؟ الحين دور لي. دور لي. ايوه. هذا الهانتر هنا. هذا بيته هنا، وعلى طول نسوي له هايد اوت كذا جنبه بالاشجار يتغطى ينكمش. ماجيك فورست ريسورسز وات، هذا فورستر يعني ماجيكال جاردن. ما ادري يا اخي بالنا نجرب الشغلات هذه. تري ستامب فور يور هيلر، هيلر يقصد فيه الهيربستر انا متاكد. فحاطوا له كذا كوخ صغير. جميل يا اخي والله جميل. هذا فورست دي بيلدينج. اوكي يقول لك مباني مخصصه للفورست. شيلتر فور جذرر. يوه يوه، هذا بيت الجذر ولا وظيفه الجذر كلها هنا؟ هنا السؤال صراحه. نودي تخلصوا لي هذا سريع سريع ونشوف ايش الحركات الجميله. طبعا ضروري جدا خصوصا عند الهنتر يكون الخط بريك، لان مشاوير هو من اكثر الناس اللي يمسك مشاوير. طيب مشروع البيوت هذا قرب خلص. شوف السبرينج الاختبار هذا معلقه انا وينه، الله يذكرني معلقه. خلنا نشله. شوف كلهم شغالين وكلهم ويت. اوكي هذا الاختبار اللي ودنا نسويه. ممكن نثبت هذا كذا وهذا كذا، هذا الصغير وهذا الكبير. خليه هنا حتى لو انا نسيتهم انتم بتشوفونهم. ازرع يا قلبي ازرع. طبعا من افضل الشغلات النمو هذا، تشوفون كيف يا اخي والله شيء متعب، شيء متعب، شيء رهيب. منظر ودك تجلس بس تناظر فيه. ممكن نستخدم الفلاكس برضو في الحبال. اتوقع الحبال هذه تدخل في مصانع سفن ما سفن. بعدين ممكن نحطها هنا قريب من شو اسمه ذا. والله في شغلات بحريه ممكن نضبطها في هذه المنطقه. ممكن اذا ناسبتكم الفكره. دقيقه دقيقه، في تاجر جانا. وش عندك يا عزيز التاجر؟ جوتس. هلا هلا بالجوتس. الاربعه ب3000، ما عندي 3000، اعطني 3. نسرع عملية التكاثر ونصرف الفلاور اللي عندي. تعال صح، لا دقيقة دقيقة، خلنا نصرف الفريش كاو. عندي واحد. اوه لو هذا يمدي ينحشر هنا وانا اروح اعدل في الجسور، ما جسور ومدري ايش. خلاص هذا الجسر بخليه زي ما هو. طيب هنا علامات استفهامات ليش؟ اوكي خلص الستيبل اللي يعطينا فرتلايزر مثل ما تشوفون، ياخذ 2 فودر و2 وتر. الوتر عندنا زحمه فاموره طيبه. هذه الشغلات اللي معلقها خلصت. هذا الفودر وهذا فارم. هذه غلطه صراحه، المفروض انه يكون في مساحه فاضيه. عنده مساحه فاضيه نوعا ما، فالحين كل المساحه اللي عنده يزرعها هذه المنطقه بس وهذه، وانا ما اريده يزرع فيها المنطقه. فهذه مشكل، مساحات فاضيه. من وين نجيب لك مساحات فاضيه؟ هو السماد وين نحتاجه؟ السماد نحتاجه في هذه المناطق، فممكن والله نستغل هذه المنطقة انه يصير يزرع فيها. والثاني هذا، والثاني هذا اللي يجيبهم نقربه منه. فللأسف هذا المبنيين كلهم بيلتقون. في شغلة غريبة يا كيف سويت ستيبل كذا؟ فهمني. لا 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 لا، دليت دليت، تكفى تكفى. بس كانت تجربة، كانت تجربة بس. بس كيف يعني؟ ابى اشوف الحيوانات يعني. والله يبي لنا نجرب صراحه.
يعني وشلو خلي خلص بنشوف. اوه في فنسلس يعني بدون السور، السور اللي موجود على اطراف ال هذا سلوب كونفيرمينج. هذا برضو يقول لك في حالة سلوب ما عندك مشكلة. طيب الاشكالية مش هنا، الاشكالية يا حبيبي وشلون بيكون شكل الحيوانات في هالمنطقة، وشلون ترقون انتو هنا وما تخلوني ابني بيوت طيب في الجبلية ولا على مهم. انا كان ودي بالستيبل اللي هو هذا، انتبهوا انكم تبنون الثاني هذا اللي يجيب دمستيك انيمال، تأكد انه مكتوب ذا بيست فور ساتيلايزر، فراح يكون قدام الود كتر هنا وجنبه الفود فودر. الفودر هذا بنحاول نعطيه مساحة قدر الامكان، مساحة ما نحتاجها. اوه الفودر بارن، الفودر بارن صحيح، استورج للجميع خلاص. وين المزارع؟ والله ما تبين. خلصوا المزارع 700 و400 تقريبا، قريب الضعف يا اخي. هنا الشيء العجيب كيف هنا الضاعف تقريبا، انها الضاعف بينما هذا القياس 15 في 10، مفروض انه يصير 2000 هذا مفروض. شوف الانتاج ما زال 1000 وهم 2. ايش جاب البلاك بيري هذا؟ عنده خبصة شوي. وهنا بوتيتو شفر الجماعة. هذا جبت المزارع الثاني اللي كان يزرع بوتيتو ولا كيف؟ في شيء غريب. شوف الانتاج هذا الموسم اقل من الموسم الماضي بكثير، هو مش عادة يصير اقل بكثير، يصير زايد بشوي. ففي شغلات كثير تلعب دور، ادواتهم تلعب دور، ملابسهم تلعب دور، سعادتهم ورضاهم والهيلث حقهم يلعب دور. ليش؟ لان فترة الايدلينج تصير طويلة مرة عندهم، يعني بدل لا يروح مثلا ساعة يصير يفرفر كذا يروح الكنيسة يروح هذا، لا يجلس فترة طويلة فيقلل من وقت حصاده ووقت شغله. غير كذا الليبر يلعب دور، لان الليبر هو اللي يساعدهم اللي يجي يلقط الاكل، بس الاكل ما في شيء زاد فاضي عندك مثل ما تشوف. فادواتهم ملابسهم مساعدتهم رضاهم، احد مات عليهم من قريب، ما يعني ما مرة كثير يا حبيبي. فانا البيرفكت حسيت السويت سبوت انك تحط 15 في 10 ويجيب لك 1000 الشخص الواحد، وهذا غالبا ما يصير. انا الموسم هذا مدري ايش سالفة ابوهم يجيبون لي بال200 و300، بس المعتاد المعتاد. شوف الحين دخل السبرينج الثاني بدأوا يزرعون الالمنت انتاجه، ما اعرف والله ايش السبب. فملخص الموضوع انشد حيلك والباقي على الله، 15 10 انا ثابت عليه. وهذا مدري ايش جاب لنا حبيب القلب. عندك اي حيوان جديد؟ ما عندي اي حيوان جديد، توكل على الله. بس يا شباب هذه كانت حلقتنا اليوم. زدت 3 مزارع هنا او 4 بحيث اني ادخل فيها الحيوانات الجديدة اللي جونا. والستيبل هذا لا، الستيبل هذا غلط كذا، مفروض اني امده لاخر شيء اذا بيسمح لي، بيكون الشكل جمالي اكثر. كم المساحة هنا؟ 40، ممكن يجي 30 يشل هذا له معه. اخ لم تزبط معنا، يلا معنا 30 في 13. هذا مجرد توسيع لهم، لكن بعدين انتاجهم يكون اكثر. ليش؟ لانه عددهم اكثر. في مساحة شاسعة عندي، ما زالت الحيوانات تكاثرهم، بتتعبى هذه المنطقة كلها، يبالهم جزيرة لحالهم صراحة الحيوانات. بس الفارم هذا ممكن ازيده في هذه المنطقة، ارجع يكون في حصاد قريب من البيوت ولا المصانع هذه والبيوت، ما ادري. هذا اذا ودك يمكن توصل الى 1000، انا هدفي اوصل 500 مثل ما قلت لكم يا شباب. في مصانع كثير لسه ما بنيناها، راح نبنيها حبه حبه ان شاء الله. صكينا 304 تقريبا، 20 شخص زادوا، ولسه في بيوت ممكن لسه ما خلصت. ايه في بيوت لسه ما خلصت. الاكل تقريبا نوعا ما يستهلكون اكثر من انتاجنا بشيء بسيط. تولز تعدل وضعه بس ما زال استهلاكنا اكثر. ممكن نخلي الحداد القديم اذا ما طيرت راسه، شكلي طيرت الان موجود، ممكن نخليه يشتغل. والله شغال اوريدي، اللي هنا 2 وهناك 1 ولسه في ضغط. الله يستر علينا، شكلنا بنحط حداد رابع اذا الوضع كذا. طيب خلنا نمسك الاول هذا ونخلي فيه 2 من 2. ليه هذا 1 بس؟ اوه فائدة التطوير انه يخلي 2 يشتغلون. طيب خلنا نجرب الشكل الثاني، اللارج سميثي بس النوع الثاني. هذا نعلقه برضه ان شاء الله اني ما انسى، حط 2 الحلقة الجاية. اللوكز 1900، باقي الامور طيبة. الشقر هذا هالكني 23000، كيف وصل 23000؟ شكله ما يستخدمونه في البيوت، ثابت من بداية الحلقة 23000. هذه استراجات مخفية رهيبة رهيبة والله جنب البيوت. غريبة الليتل ستون تشابل هذه ما لم تزبط معنا،
هذا ينقص ويزيد 26 شخص، يعني اذا ما حد جاها راح نهدمها. اول حاره هذه كلها ما اكتملت الحاره البنيه. الفيلج شومان لسه ما عندنا ليسنت اويل. بيورد ليفل ممكن نستخدم باستخدام الول، مع الول الول برضه ما جانا شيء. ايش نسوي لك؟ صبرك برضه علينا. الماجيكال فارم، ايوه صح، هذا ايش تسوي الماجيكال فارم؟ الماجيكال جاردن نوظف واحد ايش يسوي برضه، هذه يبغى لنا نشيك عليها. الهنتر اشتغل سري سريع، اشتغل، ودي اخلي ثلاثة هنا. الهنترز حوالين العالم خليتهم كلهم يشتغلون عشان يجيبون لنا شو اسمه، يجيبون لنا الليذل بشكل كبير. هنا في هنتين كابين لسه ما شغلته، الحين اشتغل. ايوه تعال يا المزارع كذا، عيب. لا وش ذا، خرب الجبل حقي. لا يا اخي لا 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 لا، والله يا شباب من غير قصد، والله والله ما كنت اعرف انه بيمسح الجبل. لا ديمت، والله ديمت. المنجم لسه يمدينا حطه، اقسم بالله شوه المدينه. هذه المدينه خلاص بسحب عليها والله خلاص، لا اله الا الله. لو زيله بيصير اقبح. خلاص ما في الا امسحهم كلهم والله. يعني الجبل هذا كان عاجبني من ناحية المنجم، يمديك تحطه برا تستفيد منه. هي كذا كذا كان يمديني اسوي لها زر واحد يمسح لي الجبل، بس كان عاجبني المنظر. عندي هذه المدينة كلها شاسع من غير جبل. وبس يا شباب هذا نهاية حلقتنا، نشوفكم ان شاء الله على خير في حلقة جاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.